طيب، في أزمة بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وجبهة تحرير شعب تيجراي، والأزمة شديدة. بعد ما أبي أحمد إدى أوامر بإرسال جنود من الجيش الإثيوبي إلى إقليم تيجراي لمواجهة انتفاضة الجبهة المطالبة بالانفصال، هذا التصعيد أثار مخاوف بشأن إمكانية أن يكون اتجاه إثيوبيا نحو حرب أهلية، خصوصا مع قرار أبي أحمد بفرض حالة الطوارئ في الإقليم 6 شهور. اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي جبهة تحرير تيجراي الحزب الحاكم في هذا الإقليم بمهاجمة قاعدة عسكرية فيدرالية، وقال عبر رسالة على صفحته بفيسبوك وتويتر: جبهة تحرير شعب تيجراي هاجمت معسكر للجيش الفيدرالي في تيجراي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. سيادة السفير منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، مساء الخير يا فندم. سيادة السفيرة، ألو، سيادة السفيرة منى. أيوة، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. أنا بكلم حضرتك من فترة، ما كنتيش سمعاني الظاهر. أنا سمعت الناس بتكلم بعضها وأنا مش عارفة هم حتى بيقولوا إيه، فاكرة أن أنا أون هولد. ولا يهمك، المهم حضرتك سمعاني كويس دلوقتي؟ الصوت بعيد برضو شوية بس سمعاك. طيب، يعني الأزمة اللي حاصلة ما بين رئيس وزراء إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيجراي، يعني تحليل حضرتك ليها؟ هو طبعا يعني كلنا عارفين ان التجراي هم اساسا كانوا النخبة اللي كانت موجودة في الحكم وكانت بتسير البلاد منذ قيام الثورة الأخيرة. تمام. وانه في هم معتبرين ان هو الرئيس او رئيس الوزراء ابي احمد، ان هو واضح ان هو لم يعني ينصاع لرغباتهم. أي. بالنسبة لكل التعليمات اللي كانوا بيدوها في إدارة البلاد، وبالتالي حصلت ثورة عليه. وكان في اتجاهات للانفصال من الإقليم، يعني أو ان هم ياخدوا الحكم الذاتي والاستقلال، وده أي. كان وده على فكرة بند موجود في الدستور من أيام رئيس الوزراء الزناوي، وهو طبعا هدد بان هو يبعت قوات بالنسبه للتجراي. خطوره الوضع ان التجراي ما هماش فقط في اثيوبيا، هم طبعا ممتدين لاريتريا، وبالتالي ان هو ممكن النزاع يمتد بحيث ان هو يبقى يعني نزاع اقليمي، بالاضافه لانه في مشاكل اخرى مع الاورومو. طبعا يعني المنطقه بتاعه الاورومو ملتهبه، خصوصا بعد التجراي ملتهبه بعد قتل المغني الراب الشهير ده. بالظبط كده. وحتى الأمهرة، المنطقة اللي فيها الأمهرة أيضا ملتهبة، وابتدى الشعب العادي يزيد من نسبة التسليح خوفا من ممكن ان هو يتدهور الحال لاندلاع يعني نزاعات مسلحة داخلية. طيب سيادة السفيرة، عايز أسأل حضرتك عن كان كثير من المحللين دايما يقولوا لنا انه الاستعلاء الاثيوبي بيداري على مشاكل كبيره جوه اثيوبيا، ويحاول يصور للشعب ان احنا عندنا مشروع قومي، اركنوا خلافاتنا وتعالوا نكمل سد النهضه ومش عارف ايه. الموقف دلوقتي بعد فشل المفاوضات الاخيره امبارح؟ هو يعني حضرتك احنا ما نقدرش نقول ان هو المفاوضات فشلت، هو ما حصلش تغيير بالنسبه للوضع. يعني احنا بقالنا فترة في نفس القصة. طيب. وهي نفس النقاط الخلافية اللي الطرفين واقفين عندها. أي. ومفيش تغيير، بل في جمود في الموقف. تمام. وبالتالي يعني انا شخصيا كنت متوقع ان هو ده هيحصل من الاخوة في اثيوبيا بعد تصريحات ترامب الاخيرة، لان هم عندهم نوع من الصلف كده اللي بيخليهم ان هما لا احنا مش هنستجيب ومش هنخضع. فمثل هذه التصريحات بتزيد من زي ما بقول كده من التعنت الاثيوبي على الاقل الظاهري. وزي ما حضرتك قلت احنا كنا بنردد دائما ان هو هذا المشروع بالنسبة للاثيوبيين هو مشروع قومي بيلتفوا حوله. أيه. درءا لكل المشاكل الداخلية، يعني احنا ابتدوا بالأوجادين، وطبعا
يعني كل يوم في معتقلين وفي قتلى بيسقطوا من كل هذه القوميات اللي موجودة في إثيوبيا. الوضع صعب، ولكن الحاجة الوحيدة اللي بتجمعهم هي أنه الأمل بأنه البلد هتنور والصناعات هتقوم والاقتصاد هينصلح حاله. طب يعني إيه الخطوة القادمة دبلوماسيا باعتبار يعني تخصص سيادتك في هذا المجال؟ يعني إيه الخطوة القادمة اللي مصر ممكن تاخدها؟ لأن مصر مش هتقدر تستنى لغاية لما هم يتوحدوا وهم شغالين في الملء ورافضين أي إطار قانوني ملزم للملء والتشغيل. هي مصر أعلنت أكتر من مرة أنه أولا الخيار العسكري مش مطروح، أيوه، ولكن الخيارات الأخرى كثيرة جدا جدا جدا. وهو حتى بالنسبة للخيار العسكري ما هوش شرط أنه هو يكون جيش بيروح ويحارب، يعني في وسائل أخرى كثيرة جدا ممكن بيها يتم إعاقة عملية مل والسد أو بنائه. لكن إحنا ما زلنا متمسكين بأن هو تتم المفاوضات، أيوة. والمفاوضات حاليا رجعت تاني للاتحاد الأفريقي. المفروض في تقرير بيتقدم يوم الحد من كل دولة من الدول بتحدد فيه إيه هي أسباب الجمود اللي حصل تاني أو توقف المفاوضات. أرجو إن هو يكون عند رئيس جنوب أفريقيا سيريل راماپوزا تصور، ويكون عنده قدرة على الضغط على الأثيوبيين علشان قدر. بشكرك جدا سيادة السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق. تعالوا نروح.